دولة الأخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي، معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيدات والسادة، أود بداية أن أعرب عن التقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مبادرتها بعقد هذا الاجتماع التشاوري الهام واستضافتها له في مقرها بالرياض، تجسيدا لحرصها المعهود على تعزيز وتفعيل هذا الإطار المؤسسي الذي يجمعنا سويا. كذلك أود أن أنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأشقائه أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليج الشقيقة، وتمنياتي لهم ولكافة شعوب دول الخليج بدوام الرفعة والتقدم، أملين أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح لما فيه رفعة وصالح شعوبنا جميعا. إن الحديث عن العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر بدول الخليج العربية الشقيقة يتطلب من الوقت ما لا يتسع له مقامنا هنا، ولا تكفي له كلمة أو خطابا منفردا، فهي علاقة عميقة متشعبة الأبعاد تتشكل من ضفائر التاريخ والجغرافيا، وتنسجها خيوط الإخوة والمودة والتكاتف والقرب، وفي أوقات الرخاء وفي لحظات الأزمات والعواصف، وعلى نحو أثبت في محطات مختلفة أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية والخليجية هي مصالح مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وإن العلاقات الوثيقة بيننا كانت ولا زالت ركيزة الاستقرار في المنطقة. أصحاب السمو والمعالي، اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا، على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه، وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. إن الحروب والحلول الأمنية لن تقدم إلى المنطقة إلا المزيد من الحروب والدماء والعنف والتطرف، بينما لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية، والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط 4 يونيو 1967. لقد ألقت تلك الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، حيث تتسبب الاعتداءات الإسرائيلية في اضطرابات إقليمية يتوسع على نحو مستمر، فبتنا أمام تهديدات خطيرة لسلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن الأوضاع في لبنان أصبحت تستدعي قلقا حقيقيا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك. وتأتي التطورات في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا وفي سوريا وفي الصومال، الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه للتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم سومالي لاند، وهو التطور الذي ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية وهي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلا أنه يأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدا بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف
مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. إن الأوضاع المتأزمة في المنطقة إنما يجسد فيها عجز الإرادة الدولية مع غلبة الانحيازات السياسية والمعايير المزدوجة في التعاطي مع المخاطر ومعاناة الشعوب. إنما تقدم وما يحمله من مهددات لا تستثني أي من دولنا أو شعوبنا يجعل من التنسيق العربي المشترك وفي القلب منه التنسيق المصري الخليجي القائم بين بلدانا فرضا عين لتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة هذه التحديات. أكرر تقديري لآلية التشاور التي تجمع ضمنها التي نجتمع ضمنها اليوم، إنني أنظر إليها باعتبارها شاهدا على إدراكنا جميعا لمصير المشترك وقررنا بالمضي قدما نحو تعزيز تشاور وتكامل القدرات والأدوار بما يعزز من قدرتنا على حفظ مقدرات الأمن العربي المشترك وصون أمننا وأمن شعوبنا وإيقاف الاستنزاف الجاري للأمن العربي في مختلف الساحات. ولا يفوتني أن أنوه من التعاون القائم مع دولكم الشقيقة في المجال الاقتصادي إنما يكرس أهمية التكامل فيما بيننا لصالح شعوبنا وتحقيق ازدهارها. شكراً.